أكثر شيء حبيته يعني التعامل بيناتنا أول شيء، والدورة كانت حلوة كتير، يعني أسلوبك معنا بالتعامل في الدورة. أول شيء أنا تعلمت هنا التصوير، كتبت هنا لبعض الأصدقاء، كمان هذا أفادني في مجال التصوير. إنه أصور زي مقاطع وأركبها زي يعني الليجو وتصير فيلم. تعلمت كيف أستخدم برنامج الإيديتينج على جهاز الكمبيوتر، وتعلمت كيف أصور في جهاز التلفون على فيديو، وطرق اللي كيف نأخذ اللقطات والطرق عن الصح اللي كيف نصور فيها فيديو. حبيت إني تعلمت أشياء جديدة وتعرفت على أشياء جديدة وتعرفت على ناس جداد، تعلمت أشياء أنا ما كنت أعرفها. كل شيء سويناه يعني أنا أحسه إنجاز إلنا، وإحنا استفدنا كثير بهذا الإشي. لا شيء كويس كثير.